بهيدا الفيديو حكون أنا عم بحكي عن الفريكوينسي انترفيرنس. شو معناتها انترفيرنس؟ انترفيرنس معناته عندي تداخل. فإذا أي متى بيتداخلوا الفريكوينسيز مع بعض وشو هن الحالات اللي بيتداخلوا فيها الفريكوينسيز مع بعض؟ عندي حالتين. الحالة الأولى هي نحن بنسميها adjacent channel interference، والتانية نحن بنسميها co-channel interference. حنحكي عنهم اثنينهم. بحالة adjacent channel interference معناته أنا في عندي two channels قاعدين حد بعض عم بيأثروا على بعض، فعم بيصير في عندي تشويش. حنعطي example، مثلا محنا مثل الراديو القديم كان يبقى في عندي التيونينج هيك مثل بالريم صغيرة بنبرمها تنقدر نسيب المحطة الصح، بدنا نضطر نحن نحركها شوي صغيرة تنقدر ناخد الفريكونسي اللي بدي إياها. ولكن ببعض الأوقات كنا نلاحظ أنه بيكون في عندي neighboring station عم بتشوش على هيدي المحطة بشكل أنه 2-1 بيكون صاير في عليهم تشويش، يعني عم بيتداخلوا مع بعض. فهيدا الشيء نحن بنسميه adjacent channel interference، لأنه الراديو الأول أو station الأولى بتكون هي عم بتبس على frequency، في حد دغري another station عم بتبس على الفريكونسي اللي هي neighboring عليها. بهيدي الحالة طبعاً نحن كيف نقدر نعمل mitigation أو كيف نقدر نمنع بهيدا الانترفيرنس؟ نستعمل filters، ولكن بما أنه الفلترز هن designed physically فsometimes بيكون في عندهم imperfection، فمشان هيك ما بقدر كتير أعمل mitigation لهيدا النوع من الفريكونسيز. طبعاً الأحسن إن أنا أستعمل شيء بسميه guard bands، ولكن الguard bands يعني أنا عم بحط frequencies بيناتهم ما عم بستعملهم بتاتاً مشان أضمن أنه ما عم بيصير في عندي أي تشويش على بعض، وهيدا الشيء أكيد بخسرني شوي. تاني نوع اللي هو co-channel interference، أنا معنيته في عندي same frequency عم بستعملها بمحل تاني، قديش بدي حافظ على distance بيناتهم هيدول الفريكونسيز اللي هني نفسهم زيتهم تما يتدخلوا ببعض وتما يصير في عندي أي نوع من الانترفيرنس. هحكي عن هيدا الموضوع أكتر بعد شوي. ولكن قبل ما فوت بموضوع الانترفيرنسز خلونا نحن نستعرض تيرم كتير مهم اللي هو signal to noise ratio. SNR أو Signal to Noise Ratio هو عبارة عن measurement أنا بستعمله تأعمل comparison للليفل تبع desired signal اللي أنا بدي إياه على background noise. حاعطي example من الحياة. Let's assume أنه أنا موجود بمحل فيه عجقة كتير، عم بحاول أني أنا أتواصل مع صديقي اللي قاعد جنبي، ولكن بسبب العجقة الكتير كبيرة ما عم نقدر نسمع بعض نحن بطريقة واضحة. فإذا بهيدي الحالة العجقة نحن مسميها noise. شو معناتها noise؟ الدخيل بالشيء الغير مرغوب فيه. يعني أنا بجي بتطلع بلاقي إنه هيدي العجقة كلياتها هي غير مرغوب فيها، أنا بدي calm environment تقدر أتواصل مع صديقي. فإذا بهالحالة كل ما خفت العجقة يمكن ما تكون معدومة، كل ما هيدا الشيء بيكون أحسن للcommunication، يعني signal to noise ratio كل ما كان أعلى كل ما كان معناته أحسن. كيف نحن منقيسها للsignal to noise ratio؟ بيكون في عندي SNR بالdecibel، طبعا نحن مستعمل الdecibel تنقدر نصغر عدد الديجيتس يلي هو 10 log 10 base 10 signal على noise. طبعا هيدي بتكون in watt وهيدي بتكون in watt. فنحن هون شو بنجي بنقول؟ بنجي نحن بنطلع ال SNR، كل ما كان ال SNR عالي كل ما كان معناته هيدا الريشيو منيح، معناته أنا وضعي تمام. هيدي هي النويز فلور. فإذا إذا received signal عندي إياها عالي معناته أنا الفرق بيناتهم هيدا هو ال SNR in decibel. طبعا هيدا التورب نحن كتير بنستعمله، مش ضروري بس بالكوميونيكيشن، ممكن يكون كمان موجود بالديجيتال سيجنال بروسيسنج، ممكن يكون موجود كمان بالإيمج بروسيسنج أز ويل، بس نحن طبعا حنركز عليه من ناحية الكوميونيكيشن. هلا بالفيديو طبعا القادم حنحكي عن الادجيسنت شانل انترفيرنس، كيف نحن بنقدر نحسب الديستنس يلي بدها تكون بين تو شانلز مشان نضمن انه نحن ما يكون في عندنا تداخل بالفريكونسيز.